السلام عليكم، معكم محمد زعنون، مريض قصور الكلوي مدة 8 سنوات، مصاب كما قلت لكم مصاب بقصور الكلوي 8 سنوات. اليوم جيت نوصل واحد الرسالة على هاد الناس هادو اللي كيعانيو، اللي ما كيوصل عندهم حتى واحد، ما كيهضر عليهم حتى واحد، ما كيطلل عليهم حتى واحد، اللي كيعانيو في الصمت، كيعانيو واحد المعاناة مزرية جدا، معاناة صعيبة بزاف، اللي معاناة اللي ما كتوصفش، حتى واحد ما كيشبر بيدهم، يعني حتى واحد ما كيوصل عندهم ولا كيسول فيهم ولا كيعاونهم. والمهم في هذا الامر هذا، المهم كيعانيو، ودابا راه كيطلبوا المساعدة، كيطلبوا المساعدة وكيطلبوا الناس والمحسنين يتدخلوا يتعاونوا مع هذه الفئة هذه، مع هاد الناس هادو اللي كيعانوا اللي كيعانيوا في الصمت، كيعانيوا بزاف. انا اللي كان عندي واحد المعاناة يعني مزرية جدا، من خص الأدوية، من السكن، يعني ما كنسكنش، مرة كنكري مرة ما كنكريش، مرة على الناس كيعملوا فيا الخير، مرة كناكل مرة ما كناكلش، راه كنبقى نهار يومين بالجوع، يعني واحد المعاناة مجرية. الدواء بلا ما نهضروا عليه، الدواء ما كنستعملوش، الدواء التكلفة ديالو يعني كوصل واحد الثمن خيالي، يعني كتبدا من 1000 درهم كتوصل حتى 1.5 مليون، وأنا ما خدامش، ملي كنمشي نخدم كيرفضوا لي، ما كيخدمونيش الناس، يعني كيقول لي أنت مريض ما يمكن لكش تخدم، فهمتي؟ ديالي كنعمل جوج حصص في السيمانة، فهمتي؟ ملي كنمشي عند شي واحد كنطلب له الخدمه مثلا، كيقبل لي، ولكن ملي كنقول له عندي جوج حصص في السيمانه كيرفض لي، ما كيخدمنيش، فهمتي؟ وهذا الشيء هذا كنعاني منه بزاف. انا دابا هذه مده ما خدمتش كنعاني بزاف، كنعاني بواحد المعاناه مزريه جدا. واش غادي نقول لكم؟ يعني واحد المعاناه ما كتوصفش، غير نوصفها لكم ما كتوصفش. يعني من ناحية الأدوية، من ناحية السكن، من ناحية المدخل، أنا غير الوالدة ديالي اللي كدير فيا الخير، كتمشي تخدم مع الناس، كتقول لهم أنا عندي ولدي مريض باش كيخدموها، باش يعني هي اللي كتعاوني، يعني تما كتمشي الوالدة كتعاوني، راك عندك واحد الحالة كارثية، فهمتي؟ كتكون واحد الحالة كارثية. أنا شحال مرة واجهت البحر، أنا 3 مرات وأنا كيقطوني لا ماري في وسط البحر، باغي نحرق، 3 المرات وعندي فيديوهات، عندي كل شيء، وهذا الشيء بالدلائل، وهذا الشيء موثوق. 3 المرات لا مارين كتخرجني من وسط الماء، 3 المرات، يعني من الاساس باش نمشي نتعالج، باش نمشي عاود نكون ديك الساعه، يعني باش على الاقل نوفر غير ما ناكل في ديك البلاد ونتعالج ونجبر العلاج، وللاسف ما ساعدنيش الحظ. قلت لكم 3 المرات هما كيخرجوني من وسط الماء، دائما كنحاول والو. وهاد البلاد هادي راه ما دقيت جميع البيبان، ما جبرتش شي باب اللي حتى واحد ما جبر بيدي. دابا كنطلب ولا كان ممكن شو المسؤولين يشوفوا من الحاله ديال هاد الناس هادو، يشوفوا من الحاله ديالي. هاد الناس هادو ما كيقدروا لا يخدموا ولا يعملوا حتى شي حاجه، على الاقل يخرجوا من واحد المنحه، على الاقل يعاونوا بها راسهم، على الاقل يخرجوا من واحد المنحه، على الاقل ياكلوا بها، يخلصوا بها الكره ديالهم، يشريوا واحد شويه ديال الدواء. راه التكلفه ديال الدواء راه بواحد الثمن راه ما كتوصفش. المريض ديال الدياليز، واخا عطي له اللي عطيتي له، واخا عطي له اللي عطيتي له، راه كيقولوا له مرض الاغنياء، واخا عطي له واد ديال الفلوس راه ما يكفاش، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني راه كل سيمانه هاد التحاليل هاد الدواء، فهاد الناس ما خدامش. واحد انا بحالي ما خدامش، منين يجيب هاد الدواء؟ انا يلا مع المعيشه، يلا مع المصروف اليومي، ما عنديش. يعني قلت لكم على الوالده كتعمل فيا الخير، انا ولا مشات لي هاد الوالده، شكون اللي عادي الاخر؟ يعني الزنقه دابا في الشارع هو اللي كيتسنى، دابا الزنقه هي اللي كتسناني، فهمت؟ ودابا كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، ولو خاعب شي تريبورتور هيدا نخدم به، حيت علاش انا ما كيبغيش يخدموني الناس؟ يعني ملي كل الوقت ما عنديش الديالز نمشي نبيع به اي حاجه، يعني الخضره ولا الحوت ولا اللي كان، هذا هو الطلب ديالي، يعني فهمتي؟ انا باغي نخدم، ولكن ما كيقبلوليش الناس، فهمتي؟ دابا ولكن شي محسن الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، كنطلب من المحسنين واخا شي تريبورتور غير نتحرك به، الله يجازيكم بخير، هذا هو الطلب ديالي دابا، فهمت؟ واللي بغى يتصل بيا ويتواصل معايا، الرقم التليفون ديالي هو 06 87 72 75 72 72، 06 87 72 75 72، وشكرا.